نبقى في محافظة البصرة، حيث غرقت أحياء في قضاء أبي الخصيب بعد ارتفاع مناسيب الأنهر وارتفاع منسوب شط العرب، ووصلت مياهه إلى بيوت المواطنين، ولا يوجد حل حكومي لمساعدة المواطنين على إخلاء منازلهم كما يقول الأهالي. فنشاهد. وعليكم قواكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيل اليوم الواد مفايضة جابه بعد هذا الزواج جانا من بعد هسه احنا بيوتنا فاضت هسه وانا جاي شفت الوادم منا فاضت هذه المباركه راح تطيح هسه لا حكومه فزعت لنا وادم محمل اغراضها وشالت من البيوت العالم شالك هاي بيوت العالم شالك هذا ما يوصل للشارع الله يقبل محمد وين الحكومه ناشد الحكومه خلي شوفون هاي البيوت كلها فاضت ناشد الحكومه ناشد قائم مقام الماي صار جوال بس مالا وكت وناشدنا الحكومة قبل اسبوعين يابا بس تعجبونا الاليات خمسة هاي الكسر من على العجيراوية يقولون ما عندنا اليات وقلنا لهم اليات الحشد موجودة هنا خد ترجع لنا وسد هاي الكسرة ما راجعوهم ضالين احنا بين حال الله